السلام عليكم متتبعي قناة فاطمة العشاوي، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم بغا نقدم معكم واحد الوصفة اللي هي سهلة مهلة، تتوجد دغيا. اللي بغا هالعشاء أو الفطور ديال رمضان أو السحور ديال رمضان إن شاء الله، راه تجي سهلة مهلة، ما فيهاش مكونات بزاف. انا عندي هنايا واحد المول دايره فوق البوطه، دايره فيه شويه ديال لاداند. هاد لاداند غير شيط عندي، يعني ممكن تكون شيط عندكم شويه ديال الكفته او شويه ديال الصدر ديال الدجاج ممكن تستعملوه. دايره معاه شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزبده. غنشعل عليهم البوطه وغنخليهم يتشحروا واحد شويه. راه تتوجد في الحين، جربوها راه ما غاديش تندموا. انا غنجهد عليهم البوطه غير بين ما يسخن ليا المول ودوب ليا الزبده يبدا يتشحر، ومن بعد غادي نقص. هاد الوجبه في 10 دقائق فاش غتوجد، ماكسيموم 10 دقائق. هي من بعد ما تشحرت ليا شويه لدان غنزيد عليها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، شويه ديال البزار، ندير شويه ديال الملح. الملح تنديرها بيه ديرو شي عرق قياسي. دابا غنزيد عليهم مطيشه، انا قطعتها على هاد الشكل. ممكن تقطعوها دوائر، ممكن تحكوها. غنخليها غير شويه تحمر على هذه الجهه ومن بعد نقلبها على الجهه الاخرى. صافي، دابا عندي المطيشه ديالي طابت، قلبتها على جوج جهات حتى دابت. هي كما تشوفوا تشحرت ليا ديك لادان. دابا غادي نضيف عليها الفرماج، عندي شويه الفرماج الاحمر. غنقص البوطه، نضيف البيض، صافي. وغادي نغطيها نخليها تطيب شويه. قبل غادي ندير لها واحد شويه المليحه فوق هذا الصفر ديال البيض. شويه ديال البزار. صافي، وغادي نغطيها ونخليها تطيب. ها هي الوصفه ديالي، تجي على هذا الشكل من بعد ما عريت عليها. ها انتم تتشوفوا طابت دابا، تجي على هذا الشكل. هي رائعه في المذاق وحتى في المنظر، راه تتشهي. تنتمنى تجربوها ان شاء الله، وشكرا لكم. تنتمنى تابوناو معايا وعاونوني بلي لايك. شكرا.